في هذه الحلقه ديال برنامج فاصل ونواصل معنا واحد الضيفه ديما كتقول لنا ما تخافوش من الضوء. حنا اليوم كنقولوا لها ما تخافيش من العافيه اللي غتشعل في البلاطو، غنحاولوا نطلعوها عليها ونشوفوا درجه التحمل ديالها. النجمه المغربيه بشرى الضوء، الله يخرج هذه الحلقه على خير. فاصل ونواصل. مراد طاقم العمل كيتصلوا بالضيف وكيعلموا ان غادي تحضر معنا البرنامج شوك شو سميتو 55 على ام بي سي 5. برنامج فيه كتلقى الضيفه مع جمهورها مباشره، ولكن الضيفه اللي ما عارفاش هو ان الجمهور دير اليد مع مراد، وحتى الضيفه الثانيه فاتي جمالي اللي غتكون متفقه مع مراد. المهم كلش متفق باش يطلع لك الطونسيون، وسمحي لينا من دابا. حلقة جديدة من حلقة برنامج 5-5 يستضيف يوميا النجوم 5-5 على قناة MBC 5. اليوم معنا نجمة وإعلامية متعلقة بطبيعة الحال كتعرفوها، إنها بشرى الضوء. بصحة والعافية. نقدر نحيي. بصحة والعافية. رمضان كريم عليكم ثم كذلك، دخل عليكم بصحة والعافية وباش ما تمنيتوا إن شاء الله. مرحبا بك بشرى. فاصل ونواصل. هذا واخا كنصوروا قبل رمضان حيت غيدوز في رمضان، نهضروا بحال اليوم رمضان. تخيل راسك كيفاش دوزتوا شحال هذا. لا بحال اليوم، بحال داز رمضان اليوم. يلا 3-2-1 اي. بزاف الناس يبغيو يعرفوا بشرى الضوء كيفاش دوزت النهار ديال اليوم مثلا في رمضان، كيفاش داز مثلا. انا بحال اليوم في العام اللي فات لا مراد 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 دابا بشرى هادشي غيدوز في رمضان، ما يمكنش نصوروه في رمضان. اوكي واضح. 3-2-1 اي. بشرى الضوء بعدا مبارك عواشرك. الله يبارك فيك. كان صهد اليوم طبيعه الحال. اكيد راه دابا بحال رحنا في الصيف. فاصل ونواصل. كيفاش هذا ايميسيون اللي كل شويه فاصل ونواصل؟ لا عرفتي علاش؟ باش يكون سؤال جواب. 3-2-1 اي. كيفاش دخلتي هكا بدون بواب ولات بشرى الضوء واحد النجمه معروفه؟ انا راه مراد راني قاريه، راه كاينين اخرين داخلين سنطيحه. ما كتشوفيش بشرى الضوء هاد البساله اللي كديري ما غاديش تسلكك في الاعلام؟ الباس هو انت. واش انت ما كتنتحلي الصفه؟ وكاع انتحلتها شغلك انت. عفاك كوب. فاصل ونواصل. حسيت بك مبرزطه ديال بصح ومخلوعه ومتخلطاتك الخلعه مع والله. ياود ما مخلوعه ما والو، انا غير شي شويه حاديره معك يلفوا. عفاك. لا راهي ما كتجاوبش داني. لا واش كاين شي مشكل؟ قبيله نجمه ودابا هي حيت دابا ما كنصوروش. اش غنقول؟ يلا انا ما كاينش نجمه. غتقول بشرى الضوء بوحدها. غنسولك دابا قبل ما نبداو، واش عجبك اسئله ولا لا؟ ياك انت متهمه انك كتخبي الديفوات ديالك بالمكياج. ديفو حيد المكياج غزاله هكا كندير. نقدروا نحيدوا المكياج؟ بيان سور حيد. اذا نسولوا الجمهور واش بغيتوا بشرى الضوء تحيد المكياج؟ اذا عطيني ميلان جات. عفاك ما غاداش نحيد ميلان جات. علاش كتعاود حاجه فايت ليا درتها؟ وعلاش كترفضي حاجه انت ديجا درتيها للناس؟ بدا شي حاجه، طرح شي سؤال اخر. اذا انت اللي خاصك تحيده. إذا بشرى الضوء حصريا في هذا البرنامج غادا تحيد المكياج ديالها. راسي عاوتاني. شكرا بشرى. فاصل ونواصل. عفاك ندوزو الفقرة الثانية حيت الفقرة الأولى خاوية ما فيها والو. وما فيها والو أصاحبي، أش غندير ليها ما بغاتش؟ واقيلا تشوف غنقول لك واحد الحاجة، راه والله نخرج لك الوجدية اللي فيا. إلا قلت لك معنا الضيفة المفاجأة، شكون توقعي تكون؟ شكون؟ واش فاتي جمالي؟ واش سعيدة شرف؟ أو أحمد شوقي؟ والثلاثة بهم واعرين. اختاري لي وحدة. ما عرفتش. معايا؟ زيد. ومعاكم؟ الضيفة الثانية في هذه الحلقة اللي هي فاتي جمالي. الله إلا فاتي جمالي. اوكي. شنو مراد؟ عافاك واحد دقيقه. واش منيتك زربان عليا؟ انا جايه كنجري الحلقه ديالي وجايبني ندخل لضيفه ثانيه. هي الضيفه الرئيسيه شنو؟ لا خويا ما نقلش معاها. كيفاش سمحني كيفاش ما تجلسيش معاها؟ وجايبني قال لي كاين شي حد.
معلوم؟ اسمح لي ما نكونش انا ضيفه ثانيه. كيفاش ما تكوني ضيفه ثانيه؟ لا سير كمل الحلقه ديالك معاها. كيفاش الحلقه ديالك؟ كيفاش انا ما حيتي لك انت ما تعيطيش يا مراد. وباش نحموا الطرح شعل العوافي مراد العشابي انسحبوا فاتي جمالي وداروا راسهم كيدويو وما فاهمينش وبالعاني خلينا الميكرو شاعل في البلاطو باش كلشي يتسمع وتزيد تشعل. خوا عافاك روتوش ماكياج فاتي عافاك سير 3 2 1 اي معايا ومعكم فاتي جمالي. صافا صافا الحمد لله. فاتي جمالي مرحبا بكم بارك الله فيك. مرحبا بك. غير حيت البروفيل ديالي نقدروا نتبادلوا سيتو. لاختي شاده بلاصتي. نو وما انا كاسين في حمام. ايوا اللي بغيتي. انا البروفيل ديالي انت عارفني كنجلس من هاد البروفيل. كيفاش بحال بحال انا ما عنديش مشكله شنو؟ نتبادلوا؟ نو. علاش؟ ما كديري معايا السم. السم هو اللي كنتي كتقولي قبيله ما سمعناكش. اشنو قلت؟ كلشي سمع. لا ما قالت والو ما قالت والو. انا قلت لي حيت انا قال لي انا ضيفه بوحدي في الحلقه ويقدر يجي بيا ضيف مفاجاه. اه اوكي. جيت معطلاوي مي ما غاديش تحملي مسؤوليتك جيتي معطله. الله يرحم لكم الوالدين لما خلينا نكملوا هذه الميسيون. ايوا انا غادي نهضر بحال هكا فين كاين الكاميرات. واش راه حنا تقدري تجي؟ نو. الله يرحم لك الوالدين. لا واخا 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 ماشي غلط ديالي انا راه بشرى جلست تما. كنتي تقول ليها تجلس في هاد الجهه. كنتي تقول لبشرى الضو تجلس في هاد الجهه. ما غاتعلمينيش كيفاش نهضر. ايوا حتى انا كنقول لك شنو غادي انا غادي نهضر كيف ما بغيت. ايوا صلاه على النبي. فاتيره ما يمكنش خصنا نسولوك علاش نتوما دايرين فيها واعره زعما. قلتي لي كاين شي حد قبل مني. علاش دايرين فيها نتوما واعره دابا ما فهمتش. انا ما واعره. انت الصديقه ديالي كبرت بك درتي لي هاد الحاله. راه انا اللي مضيعه وقتي ومضيعه لبسي. وشنو كديري كاع انت ضيعتي وقتك؟ حنا طلبناك باش تجي عندنا ليميسيون ندمتينا. دابا واش غاتسالي هاد البرنامج الله يعطيك السر خلينا نمشيو. انا ما حط كرسي اخر تما انا سبا مون بروفيل ما غاديش نجلس هنا ولا مش راه فاتي. نو فاتي الله يرحم لك الوالدين. انا بشرى لما لما جلست البروفيل ديالي ما غاديش نجلس. انا مالي اختي هو انت شاده معايا الضد. انا مسؤول شاده معاك الضد واش انا عارفك اصلا واش كاينه في الخريطه. ما تهزيش عليا يدك. ايوا انت وهي هذه ما تهزيش عليا يدك كاع واش جايه. وانت يا اختي مال المشروع المشكل ديالك مع البروفيل. لا صاحبتي دل وانت داك البروفيل طالع عليه الدل تنسيه. لا علاش حتنتي انا دايره هكا باش تبان وريتي للجمهور كيحبوها وكيموتوا عليها. هو راه طاح الدل على ديك الورده صاحبتي. انت مالك انت شنو المشكل ديالك مع هذا لو بروفيل؟ بدلي اصاحبي جبتيني لابسه كاجول السيده لابسه قفطان واش حنا في عرس؟ اه بصح جايه للعرس ديالك عرس ديبه. انا ما غاديش نتزوج. واش من نيتك؟ واش انت اللي واش من نيتك؟ قولي والله جايه لابسه قفطان وانت واش من نيتك؟ واحد ما جاش معاك اصاحبتي شنو تخيف في كاجول؟ واش نتسنى انا فاتي جمالي تقول لي واش قفطان شنو كيحسبك شنو انت اش كديري في الحياه؟ انا فنانه وملكه الجمال وملكه الجمال منين؟ ملكه الجمال خصها تكون واثقه من لي بروفيل ديالتها كاملين. انت بغيتي تخرجيني من البلاصه ديالي ما غنخليكش. دونك بسموما استاذ جدا واخا واخا صافي صافي انا نسلكت ليها كتبان فيك الصراحه ولكن دابا تاكدت. لا شوفي مع المسيميمات بحالك انا شفت تخي كلاس ما عرفت منين نجبدو الدواسه دا يا بغيتي نجبدو الدواسه كلنا عندنا الدواسه. ايوا صافي جبدي الدواسه نجبدو الدواسه. كل واحد والملفات ديالو. انت لا انت جيتي اوكي واخا عافاك الله يرحمك والدينا فاتي خليني نكمل هذه وسيدة ما حملانيش انا ما اعتبركش كاع واش كاينه وحتى انا ما اعتبركش دابا علاش تجلسني مع وحده انا ما اعتبرهاش ما اعتبرانيش 3 2 1 اي بطبيعه الحال معنا الفنانتين النجمه. انا ماشي فنانه انا صحفيه. نعم انا صحفيه. واخا نعاودوها ما عجبتكش؟ لا ماشي ما عجبتنيش غير ما كنعرفش نمثل. نعم انت كتستعري من الفنانات ولا شنو؟ لا جل ابدا. واحد هي فنانه قلتي لا كتمثليش لا 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 بالعكس كتمثلي. لا ما كان فنانه في المجال ديالك وكتعرفي تمثلي مزيان. لا واش عندك شي حسابات مع 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 اش هضرات فيا في غيبتي؟ يلا عافاك 3 2 1 شكون انت في ملك الله تنهضر فيك؟ شكون انت؟ انا والو انت؟ انا بشرى الضو. نشوفوا الراي ديال الجمهور او اسئله الجمهور. شكون اللي عنده شي سؤال لفاتي جمالي وشكون اللي عنده شي سؤال لبشرى الضو؟ تفضل. السلام عليكم بشرى. المهنه ديال الصحافه هي مهنه صعيبه. وي السؤال ديالي هو واش كديريها عن حب ولا هي مهنه بانك تقدري تدخلي طريف ديال الخبز ديالك؟ عن حب بيان سيغ وكندخل بها طرف ديال الخبز لان المهنه الوحيده اللي كنمارس. نعم شكرا. شكون اللي عنده سؤال اخر؟ تفضلي.
السلام عليكم بشرى. السلام عليكم. مؤخرا كثرتي بزاف، بقيتي كتقولي لنا شحال مره سمعتك كتقولي غادي تزوجي غادي تزوجي. أيوة. بغيت نعرف واش هذا الشيء بصح ولا تزوجتي واش غادي تعلنيها ولا انتي غادي تبقاي ديري في لي زيموتيكون فوجو؟ ممكن نكون مزوجه دابا فور بوسيبل. وي وعلاش ما وريتيناش راجلك؟ ماشي بالضروره، درنا الاعلان في الدقه الاولى. انت كتبغي تقلدي مثلا سلمى رشيد انها تنتي ما تديريش راجلك ما يبانش؟ انا كيعجبني المنطق اللي ماشيه به سلمى رشيد. اذا بحالها انت نفس العمليه حقيقيه، هذيك نقدروا نقولوا عليها فنانه. ايوا جمعي راسك. انا ما قلت لك كيفاش جمعي راسك. هذيك الايد بحال هكا راه ما زويناش. انت اللي كاينه هنا، كاين الجمهور، كاين الكاميرا. اذا سلمى رشيد وجيبني انا للتبديل. وكتبهدلي راسك الاستاذه، حتى واحد ما كيبهدلك. ورا انت اللي مبهدله، انت اللي جايه ودايره هكا حالتك حاله. دابا ما عرفتش كيحسبك كاع، باش ما بغات الصوارخ كي دايره واعره بون بالك. عافاك عرفت منين؟ ما نكملش انا هذا البرنامج. شكي كتبعصت جات معايا ما عرفت منين. يلا نعاودوا. الله يرحم لك الوالدين فاتي. وبركه جلسي للرضا صاحبتنا وانت دايره لنا بحال العراف. وصافي زدتي فيها بوشرى ولا وعيقتي راسك دايره شي مصيبه كذا بلاصتي نانا نينا نانا. والله الا داسره ما يحسبليش انت هكا داسره وفايت الليل. والله يرحم لكم الوالدين. لا ما خلينيك ما تخبطش عليا. اجي اجي نقول لك انت وتكالما شويه. فاتي 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 قالوا لك حاضره كيهضروا عليك انت. انت اللي كيهضروا عليكم. انا جالسه شاده بلاصتي. واحد ما تقدرش. الله يرحم لك الوالدين. الله يرحم لك الوالدين. الله يرحم لك الوالدين. سؤال نبدا بنبدا ببشرى. يلا بدا بيا بعيد ما تكالما سير. بشرى نقول لك سؤال في الاوف قبل ما نصوروا، علاش انت مغروره واخده اكثر من حجمك؟ شكون اللي نافخ؟ ما نافخني حتى واحد، نافخني كفاءتي. منين؟ كل شيء، جميع الجوانب. شوف كتعرف ديك الاغنيه دروك نزعفوا نوليو بيزار. فاش برنامج ولينا شي كيتعاطى مع شي. انت بديتي المعاطيه من الاول. لا انت اللي بديتي معايا. لا بديتي الكواليس. لا انت دابا ساليتي منو بغيتي تدوري ليا. لا لا انا غير كنقول لك. لا تجي بزاف. شاد النيفو صاحبي. 3 2 1 اي انت مغروره وداسره وما عرفتيش كتصعبي راسك. غادي حيد. بغينا نطلعوا لك الطونسيون. بغينا نطلعوا لك الطونسيون. حيد. واش ردوا؟ حيد كنهضر معاك دابا. واش ردوا؟ حيد. واش ردوا؟ بغينا غير نقيسوا درجات الصبر والتحمل ديالك. كنا غير مقشفين معاك واليوم اك واش ردوا؟ اللي دار لك المقلب هو هذا الجمهور هذا اللي معنا. بسم الله الرحمن الرحيم. جاء في مقال مشروع على موقع الكواتي ابوان اكوم، بنزيما غاضب من انشيلوتي. أفاد تقرير صحفي إسباني اليوم الأربعاء بأن الفرنسي كريم بنزيما غاضب من المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، ولم يكمل بنزيما مواجهة تشيلسي مساء الثلاثاء في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد قرار أنشيلوتي تغييره. وتعرض المهاجم الفرنسي ضربة في قدم جيليوسا خلال الشوط الأول، وبرر أنشيلوتي تغييره بالقول إنه بنزيما كان يعاني من الألم. وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو الإسباني فإن بنزيما كان معترضا على قرار أنشيلوتي وغادر الملعب منزعجا، وأظهر ذلك خلال جلوسه على مقاعد البدلاء. وأضافت الصحيفة أن بنزيما لا يفهم سر التغيير، خاصة بعدما أكد أنشيلوتي أنه بخير قبل تغييره. وتأهل ريال مدريد نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد فوز على تشيلسي بنتيجة 4-0 في مجموع المباراتين.